اليوم راح نجي، اليوم راح نجي نكمل المحاضرة الـ Equation of Fluid Motion، معادلة الحركة أو معادلة الطاقة. إحنا بالمحاضرات السابقة اشتقيت لكم شلون نطلع معادلة برنولي أو معادلة الحركة أو معادلة الطاقة. فإذا عندي هسه هذه الـ Element Tube يتحرك فلو من نقطة رقم واحد إلى نقطة رقم اثنين، اعتمادا على قانون نيوتن الثاني للحركة، مجموع القوة باتجاه الجريان راح تساوي الكتلة في التعجيل باتجاه الجريان. For one study, for one dimensional steady flow incompressible fluid، طلعنا معادلة نصحلها معادلة برنولي أو معادلة الطاقة B1 over gamma زائد Z1 زائد V1 square over 2G تساوي لنا B2 over gamma زائد Z2 زائد V2 square over 2G زائد الهيد لوس ما بين نقطة رقم واحد ونقطة رقم اثنين. فهنا هاي هي المعادلة نصح لها معادلة برنولي، مقدار الطاقة بهاي النقطة رقم واحد تساوي لنا B over gamma زائد Z1 زائد V1 square over 2G، وهنا معادلة رقم اثنين بي اثنين اوفر جاما زائد زت اثنين زائد بي اثنين سكوير اوفر تو جي زائد الهيد لوس ما بين نقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين. دائما بالنسبة لمعادلة برنولي نجي ناخذ داتم نعتمد عليه القياسات، ممكن يكون في منتصف الجسم، ممكن يكون بنهاية الجسم، اي مكان بحيث نقدر نحدده. هذه صحونة يعني مرجع للقياسات مالتنا. هاي هسه المعادلة، معادلة برنولي استعملها اذا كان عندي مائع حقيقي. شنو معنى ماء حقيقي؟ يعني بيه خسارة بالطاقة. أما إذا أجيت أخذت ماء مثالي for ideal fluid اللي تكون بيه اللزوجة تساوي صفر والشير ستريس يساوي صفر، معناه الهيد لوس من نقطة رقم واحد إلى نقطة رقم اثنين تساوي لنا صفر. فراح تتقلص معادلة برنولي B1 over gamma زائد Z1 زائد V1 square over 2G تساوي لنا B2 over gamma زائد Z2 زائد V2 square over 2G تساوي لنا مقدار ثابت كونستانت. هاي هي برنولي equation. فدائما أول حد من الحدود B over gamma نصح له pressure head. دائما وحدات تكون بالمتر، الوحدات طول L يعني وحدات طول أقصد بيها. Z elevation head أو شحنة الارتفاع هم وحداتها بالمتر، والبي سكوير اوفر 2G شحنات سرعة وحداتها هم تكون L يعني بالمتر. الهيد لوس هو عبارة عن خسارة الطاقة ما بين مقطع رقم واحد ومقطع رقم اثنين، وتكون دائما وحداتها وحدات طول يعني متر. بالنسبة لواحد واثنين سكشن رقم واحد سكشن رقم اثنين حددت لكم اياه بالعكس. قلنا من معادلة برنولي اطلع خطين، اول خط اصح له خط الطاقة انيرجي لاين، والخط الثاني خط الانحدار الهيدروليكي هيدروليكي جريد لاين نرمز له اتش جي ال. انطيتكم بالمحاضرة السابقة شلون اجي اطلعها خط الطاقة وخط الانحدار الهيدروليكي. الانيرجي لاين توتال انيرجي اللي هو بي اوبر جاما زائد زت زائد في سكوير اوبر 2 جي. خط الانحدار الهيدروليكي عبارة عن الحد بي اوفر جاما زائد زت، او شنو قلنا هو انيرجي لاين ناقص في سكوير اوفر 2 عبارة عن خط الطاقة ناقص شحنة السرعة. فلو اجيت اخذت مثال هنا هسه عندي هذا خزان او عندي هذا انبوب قطرة اللي هو هذا من هنا بعدين يبدي يتقلص وبعدين يرجع يكون يكبر ويوصل مقطع رقم أربعة، وبعدين هذا الأنبوب يصعد بهذا الشكل ويستمر إلى أن يوصل بالنهاية يكون على شكل جت. فهنا نريد نرسم خط الطاقة وخط الانحدار الهيدروليكي. فقلنا دائما معادلة برنولي نجي داتا مصدر اعتمد عليه بالقياسات. فهنا وين أخذنا المصدر؟ أخذنا نهاية الجسم، يعني مو هنا أنا أخذت عن الجسم بمقدار، هذا هو الداتا. ممكن تأخذون هنا، ممكن تأخذونه بالسنتر، أي مكان تعتمدون عليه بالقياسات. فلو اجينا هنا شفنا هذا هو خط الداتم. الزت اي هي عباره عن من الداتم الى اعلى نقطه بالخزان، هذا الخزان منسوب الماء اللي هنا يوصل، هذا هو الفري سيرفيس واي نقطه اي. فمن هنا لهنا هاي هي زت اي. اجي هنا بالنسبه لهذا الانبوب من المنتصف مالت الانبوب الى الداتم هاي زت 1، ومن المنتصف مال الانبوب الى الخط الانحدار الهيدروليكي بي 1 اوبر جاما، وهنا هاي شحنة السرعة هاي بعدين اشرح لكم. هسه حتى اجي ارسم خط الطاقة وخط الانحدار الهيدروليكي، هنا ما عندي خسارة بالطاقة،
قلنا دائما ما دام عندي هنا خزان مفتوح ما عندي خيار اخذ الا سطح السائل الحر، فهذا هو الانرجي لاين او نصح له ايديال انرجي لاين. نجي نمشي من خط السائل نمد خط عدل بهذا الشكل، هذا هو خط الطاقه. بالرغم انا شوف الرسم عندي هنا من خط الطاقه عندي هذا يصعد لي فوق، احنا ما علينا قلنا ناخذ من سطح السائل الحر ونمشي قبل حتى اجي ارسم خط الانحدار الهيدروليكي. هذا القطر معلوم، بس راح نجي كميه التصريف شنو راح تساوي لنا كيو الى الاريا، ايش راح نجي نطلع السرعه. السرعه نجي نربعها ونقسمها على 2 صارت بي 1 سكوير اوفر 2 جي، او اجي انزل من هنا لهنا بمقدار بي 1 سكوير اوفر 2 جي. اجي انزل هذا الخط، هاي البي 2 اوفر سكوير هي نفسها البي 1 اوفر، بس انا التوضيح. فقلنا دائما حتى نبدي خط الانحدار الهيدروليكي ابتعد من الجدار. ممكن تجون تاخذون نقطه اي، تاخذون منها نقطه منها نقطه، اي نقطه تجون تحددوها، فراح يكون اول خط هو من نقطه اي خط الانحدار الهيدروليكي الى نوصل الى نهايه هذا الجزء، هذا خط الانحدار الهيدروليكي. اجي هالمره هنا هذا القطر بنقطه 3 معلوم، فايش راح نجي نقول كيو الى الاريا اللي هي الاريا باي على 4 في دي 3 تربيع، فطلعنا السرعة. السرعة ايش راح نجي نسوي لها؟ ربعها ونقسمها على 2 من التعجيل الأرضي، واجي انزلها صارت من خط الطاقة انزل بمقدار بي 3 سكوير اوفر 2 جي. نجي نوصل بيناتهم بهذا الشكل من لهنا هذا الخط المنقط. بعدين اجي هنا أنا احتاج اطلع مقدار السرعة بنقطة رقم 4 او بهذا الجزء اطلع في سكوير اوفر 2 جي. هسه شوفوا بالرغم هذا الانبوب صاعد ونازل، بس ما دام القطر ما يتغير يبقى خط الانحدار الهيدروليكي كما هو. شوفوني ان هذا القطر هو ثابت كله من هنا لهنا، ايش راح يصير عندي؟ هذا خط الانحدار الهيدروليكي. هسه من هنا لهنا شنو صارت عندي؟ من خط الانحدار الهيدروليكي الى منتصف الانبوب صارت بي 1 اوفر جاما، وهنا من هنا لهنا بي 2 اوفر جاما، من هنا لهنا بي 3 اوفر جاما. بس هنا ما دام صعد صار عندي خط الطاقة خط الانحدار الهيدروليكي والانبوب اللي فوق، يعني هذا هو عندي، ايش راح يصير؟ ناقص هنا راح يكون ناقص بي 5 اوفر جاما. بعدين ايش راح نجي نسوي؟ نستمر الى ان يوصل هنا للجت. الجت شنو قلنا؟ ينزل خط الطاقة ويلتقي يروح للصفر، فصار خط الانحدار الهيدروليكي هذا الخط المنقط الاحمر. ان شاء الله هسه بالارقام تعرفون شلون تجون تستعملونه. هذا توضيح اذا عندي يتغير ما دام قطر الانبوب ثابت بس يتغير، يعني يصعد لي فوق، هاي ما ياثر على خط الانحدار الهيدروليكي، الرسم كما هو. هذا هو يعني انا منطيتكم امثله بالمحاضرات ذيك هاي، بس مجرد تشوفون اذا تغير الانبوب صعد للاعلى ما تغير قطره يبقى خط الانحدار الهيدروليكي نفس الشيء. هسه دائما حتى ننقل الماي من مكان لمكان احتاج اما مضخه، او اذا اريد اخفض منسوب الماي من قطر الى قطر احتاج الى توربين، فنحتاج هنا مضخات وتوربينات. شنو معنى مضخه؟ مضخه هي ترفع لي السائل، يعني مثلا احنا اذا نريد الماطور يصعد لنا للطابق الثاني، يريد ماي يصعد للطابق الثاني ما يصعد راسا، شنو نخليه مضخه. هاي المضخه هي ترفع الماي من الطابق الاول للطابق الثاني، او من الطابق الارضي الى اي طابق الاريده. هاي شنو؟ هاي نحتاج دائما من نجي نصمم انابيب نحتاج الى مضخات، او اذا اريد اخفض منسوب الماي شنو نحتاج؟ الى توربينات. فالبامب يرفع منسوب الماي والتوربين يخفض منسوب الماي. فهسه لو اجينا اخذنا انابيب باستعمال المضخات with pumps systems or pipes with pumps بالمضخات، هذا عندي انبوب قطره دي 1، اريد اصعد اصعد من مقطع رقم 1 الى مقطع رقم 2، اريد اصعده من مقطع رقم 1 الى مقطع 2، ايش راح اجي؟ راح اجي اخلي مضخه. هاي المضخة من أجي أطبق برنولي ما بين نقطة رقم 1 اللي هي على الأنبوب الأول والنقطة رقم 2 على الأنبوب الثاني، قلنا دائما من أستعمل نظرية برنولي أحتاج داتم أبدي به القياسات. فهنا بهذا السؤال إيش راح نجي؟ راح نأخذ هذا الداتم للقياسات، فنجي نطبق برنولي ما بين نقطة رقم 1 ونقطة رقم 2 على فرض ما عندي خسارة بالطاقة، إيش راح يصير عندي؟ بي 1 أوفر جاما زائد زت 1 زائد بي 1 سكوير أوفر 2 جي، هاي ثابتة. لكن هنا
شنو عندي من اجيت اريد انقل النقطه رقم 2 عندي مضخه، فدائما اذا عندي مضخه اضيف اتش اي الهيد مالت المضخه. هاي خلصت نقطه رقم 1، حتى اوصل للنقطه رقم 2 راح تكون بي 2 اوفر جاما زائد زد 2 زائد بي 2 سكوير اوفر 2 جي. اتش اي هي الهيد مالت المضخه دائما بالمتر. حتى اجي ارسم خط الطاقه وخط الانحدار الهيدروليكي، هنا هاي عندي انابيب، ايش راح اجي؟ راح اجي اختار اي نقطه اعلى الانبوب، هذا الانبوب الاول، هاي هي الايديال انرجي لاين، او ممكن نقول بس انرجي لاين. هذا هو هنا راح اجي ارسم اي خط يمثل لي الانرجي لاين. بس هنا أنا شنو عندي؟ عندي مضخه، قلنا مضخه شنو انضافت لي بهذا الطرف؟ اتش اي. جد اصعد منه، اصعد بمقدار الاتش اي، جد هاي قيمه الاتش اي، اجي اصعد منه لهنا بمقدار الاتش اي، وبعدين اجي اكمل الانرجي لاين او ايديال انرجي لاين. اما خط الانحدار الهيدروليكي، خط الانحدار الهيدروليكي هذا القطر معلوم والتصريف معلوم لفلو، نجي نطلع السرعه، السرعه نربعها ونقسمها على 2 جي، ننزل من خط الطاقه بمقدار بي 1 سكوير اوفر 2 جي، هاي منا اللي هنا نزلنا، وبعدين منا اللي هنا اصعد بنفس المسافه بمقدار اتش اي. هسه هاي منا اللي هنا خط الانحدار الهيدروليك صار بهذا الشكل، وبعدين منا اللي هنا انزل بمقدار بي 2 سكوير اوفر 2 جي، هذا خط الطاقه وخط الانحدار الهيدروليكي في حاله وجود مضخه. دائما اذا عندي مضخه ينضاف للطرف الاول مقدار الهيد مالت المضخه، اصيح ل اتش اي. هسه لو اجينا اخذنا توربين، توربين قلنا يخفض منسوب الماء. هسه عندي هذا انبوب ورقم 1، وهنا انبوب القطره يتغير الى 2، وخليت هنا توربين. دائما البامب اخلي حرف عليها حرف بي، والتوربين اخلي حرف تي. فايش راح يصير؟ هم بنفس الطريقه اجي اخذ داتم بالنسبه للقياسات، ممكن تاخذونه هنا، ممكن تاخذونه هنا، اي مكان انتم تقتنعون به، بحيث ما عندكم تصير يعني قيم تحتاجون تطلعونها جديده، مثلا زت 1 زت 2 تقدرون تقيسوها. فهنا اخذنا الداتم هنا بنهايه الانابيب، هذا زت 1 معلوم، زت 2 معلوم. فشنو نجي نطبق برنودي ما بين نقطة رقم 1 نقطة رقم 2، نقطة رقم 1 بالأنبوب الأول ونقطة رقم 2 بالأنبوب الثاني. شو راح يصير عندي؟ بي 1 أوبر جاما زائد زت 1 زائد بي 1 سكوير أوبر 2 جي. شنو وصلت؟ وصلت للتوربين. التوربين هنا راح تكون ناقصا اتش تي، ناقص الهيد مال التوربين، يساوينا بي 2 أوبر جاما زائد زت 2 زائد بي 2 سكوير أوبر 2 جي. الاتش تي هي توربين هيد بالمتر. حتى اجي ارسم خط الطاقه وخط الانحدار الهيدروليكي بنفس الطريقه، اجي اختار لاي مكان اعلى الرسم، هذا هو الانرجي لاين. وهالمره شنو اجتني؟ اجاني توربين يخفض لي، يعني هاي اشاره ناقص. من خط الطاقه انزل بمقدار الهيد مالت التوربين، وبعدين اجي اكمل الانرجي لاين. خط الانحدار الهيدروليكي انزل من خط الطاقه بمقدار بي 1 سكوير اوفر 2 جي، وارجع انزل منه لنا هاي المسافه هم اتش تي، واجي اكمل خط الانحدار الهيدروليكي. هاي هي الانرجي لاين والهيدروليكي جريد لاين. هاي شنو؟ هاي اذا عندي ماء مثالي. اما اذا كان عندي ماء حقيقي هذا ما راح يصير عدل. شنو راح يصير؟ راح يكون بي شنو؟ مقدار الهيد لوس ما بين نقطة رقم 1 ونقطة رقم 2. هاي إذا كان عندي ماء مثالي، قلنا إذا ماء حقيقي لازم أنزل منه اللي هنا بمقدار الهيد لوس ويكون خط مائل، فراح يتغير إلى شكل خط مائل، منه خط مائل ومنه خط مائل، مثل ما علمتكم بالمحاضرات. بالرغم أكو مضخة أو عدم وجود مضخة، وجود توربين أو عدم وجود توربين. هسه هاي عندي بالنسبة إذا عندي مضخات. هسه شلون أجي أطلع قدرة المضخة؟ شلون أجي أحسب الباور مالت المضخة؟ نعرف الباور is the energy per unit time. دائما الباور القانون مالته هو جاما في كيو في اتش. دائما القدرة مالت المضخة أو الباور نطلعها بقانون جاما في كيو في اتش. جاما تعرفوها الدنسيتي أو الدنسيتي مالت السائل، او سبيسيفيك ويت، يعني هي عباره عن روجي روفيجي. الباور دائما الوحدات مالتها بالواط او الهورس باور او جول على الثاني.
كل واحد هورس باور يساوي لنا 746 واط. كيو تعرفوها هي عبارة عن الفلوريت أو الديسشارج بالمتر مكعب على الثانية، والقامة هي روجي. بحالة ما مذكور نوع السائل شنو تعتبرون؟ تعتبرونه ماي، تعوضون عن روب ألف وتجي تعجيل أرضي 9.81. هنا الاتش هو الهيد، specific weight of the liquid دائما وحدات قامة هي نيوتن على المتر المكعب. إذا رايدة باور أوف بريشر، هاي عندي المعادلة، راح تصير جاما في كيو في بي أوفر جاما، الحد الأول من معادلة برنولي. وإذا رايدة الهيد باور هيد راح تكون جاما كيو في زت. وإذا رايدة فيلوسيتي هيد راح تكون جاما كيو في في سكوير أوفر 2 جي. وإذا رايدة ديسيبيشن هيد راح تكون جاما في كيو في الهيد لوس. هسه نجي هنا، اذا اريد باور اوفر بريشر راح تكون جاما في كيو في بي اوفر جاما، يعني هاي الجاما تروح ويا هاي تبقى لي جام كيو في بي. اذا اريد باور اوف اليفيشن جاما في كيو في زد. واذا اريد باور اوف فيلوسيتي راح تكون جاما كيو في سكوير اوفر 2 جي، او نقول رو كيو في سكوير اوفر 2. اذا اريد باور اوف ذا بامب ايش راح تكون؟ جاما في كيو في اتش اي. إذا باور اوف تربان كان جاما في كيو في اتش الهيد مالت التوربين. إذا أريد ديسيبيشن باور دو تو ذا فريكشن راح تكون جاما في كيو في الهيد لوس. هاي القوانين اللي احنا نجي نستعملها إذا أريد الباور مال الاليفيشن مال البريشر مال فيلوسيتي مال بامب مال انرجي ديسيبيشن، تكون هاي القوانين اللي نستعملها. هسه راح نجي ناخذ مثال For the venturi meter shown in figure below. The deflection of the mercury in the differential gauge is 0.36. Determine the flow of water. شنو معنى flow of water؟ يعني يريد كمية Q أو discharge through the meter if no energy is lost ما بين A و B. هسا شنو عندي؟ عندي جهاز venturi meter اللي هو يكون بهذا الشكل. هنا أنا عندي الجهاز أنبوب قطرة 300 وبعدين يبدي ينقص يصير 150 مبي وبعدين يرجع يصير 130، جريان يدخل من هاي النقطة لهاي النقطة. بهذا الجهاز مال فنجوريميتر رابطين مانوميتر، مقدار الديفليكشن بالزئبق شفناه 0.36. يريد شقد مقدار الديسشارج الموجود، شقد مقدار هذا الفلو أو كيو الموجودة بالجريان. حتى نحل هيك نوع من الأسئلة احتاج اطبق برنولي. قلنا اول ما نطبق برنولي احتاج شنو؟ اختار لي داتم للقياسات. هسه انا بالنسبه للداتم اللي اختاريته الخط اللي يمر بنقطه اي، يعني هذا هو الخط، هو الداتم مالتي، هذا هو الداتم. فش نقول؟ نطبق برنولي ما بين نقطه اي ونقطه بي. هنا قلنا ما عندي خساره بالطاقه، يعني شنو معناه؟ ما حقيقي، ما مثالي. في راح نطبق برنولي ما بين نقطة A ونقطة B، والداتا مالتي يمر بنقطة A. ايش راح يصير عندي؟ BA over gamma زائد ZA زائد BA square over 2G تساوي لنا مقدار معادلة الطاقة في نقطة B اللي هي B over gamma زائد الهيد زائد VB square over 2G. قلنا وين ماخذين الداتا؟ بنقطة اي. ما دام الداتا بنقطة اي معناه قد قيمة زد تساوي صفر. ليش؟ لان داتا مار بيها، ما عندي زد بنقطة اي. لكن المنسوب بنقطة بي من اي الى بي من هنا عندي هاي المسافة، انا مطيتكم اياها بالسؤال 0.75، بس هاي عندي اكس مجهولة. فهنا مقدار الاليفيشن من بي الى اي كتبناه 0.75. هسه هاي المعادلة برنولي إكويشن، ايش راح تساوي لنا؟ زيت اي راح تختصر من المعادله، راح تبقى لنا في اي اوفر جاما زائد في اي سكوير تساوي لنا الطرف الثاني زيت المنسوب بنقطه بي عوضته بما يساوي 0.75. هاي عندي اول معادله. انا شنو رايده؟ رايده التصريف. ما عندي، عندي هنا الضغط مجهول والسرعه مجهوله، فشون اجي؟ اجي اشوف للمانوميتر. المانوميتر شنو اقدر اطلع بيه؟ نجي مثل ما اخذنا بالكورس الاول، اجي اخذ نقطتين الضغط بها متساوي، وحده يمين المانوميتر وحده يسار المانوميتر، شرط نفس السائل بنفس المنسوب.
فهنا بالنسبة للمانوميتر نجي نختار نقطة سي، نقول الضغط بنقطة سي يساوي لنا الضغط بنقطة دي. ايش راح يجي عندي من هنا؟ من هاي الجهة راح يكون الضغط بنقطة اي في جاما الووتر في المسافة اللي هي منها لهنا اكس، زائدا هنا بقى هذا ووتر جاما الووتر في بون 36. خلصت من نقطة اي، اجي للجهة الثانية. للجهة الثانية من تجون تباوعون ايش راح تساوي لنا؟ راح يكون الضغط بنقطة بي زائدا بون 75 زائدا اكس، هذا كله ماي. وبعدين شنو راح يجيني؟ راح يجيني زئبق اللي تكون بون 36 في جاما الزئبق، وصلت النقطة دي. نجي نبسط المعادلة، ايش راح يصير عندي؟ راح تكون عندي نقسم نبسطها ونقسمها على جاما مالت الووتر، ايش راح يبقى لي؟ بي اي اوبر جاما تساوي لنا بي بي اوبر جاما زائد هاي المقدار بس تعويضات، طلعت لنا 5.286، هاي معادله رقم 3، لان هاي المعادله مجرد تبسيطات. هسه نقدر نقول بي اي اوبر جاما ناقص بي بي اوبر جاما حتى اخلص من عندها بهاي المعادله، شنو تساوي لنا؟ 5.2 هسه من معادلة الاستمرارية مقدار التصريف بأي يساوي لنا مقدار التصريف بي، فتكون مساحة المقطع في أي في سرعة المقطع في أي تساوي لنا مساحة المقطع في بي في سرعة المقطع في بي. ليش؟ لأن مساحة المقطع في بي تختلف عن مساحة المقطع بأي. من عندها نطلع في أي تساوي لنا أي بي في في بي إلى أي أي. طلعنا السرعة بدلالة السرعة بنقطة أي بدلالة السرعة بنقطة بي. وين نجي نعوضها؟ نعوضها معادلة رقم 3 ومعادلة رقم 4. وين بنقطة معادلة رقم 3 ومعادلة رقم 4 عوضها لمعادلة رقم 1. فهسه بس تجون تعوضون المعادلات راح تطلع لكم ايش قد مقدار السرعة بي. ما دام طلعت مقدار السرعة بي وكم والاريا معلومة في بي، شنو اقدر؟ اقدر اطلع التصريف، مقدار التصريف 0.17 متر مكعب على الثانية، وهو اللي مطلوب عندكم بالسؤال. هسه نيجي للسؤال الثاني. For the siphon shown in figure below, if its diameter 100 meter, determine the outlet flow, the pressure at point C و D و E و F. Plot the energy line و hydraulic grade line. عندي سيفون القطر مالته 100 متر. أريد إيش قد مقدار الجريان بنهاية السيفون؟ وش قد عندي الضغط ب سي ودي واي واف؟ وش قد عندي اريد ترسموا لي خط الطاقه وخط الانحدار الهيدروليك. اسيوم نو انرجي لوس، يعني ما عندي هيد لوس ما بين النقطتين، فهذا عندي السيفون. عندي هذا خزان وخليت بي سيفون ينقل الماء من هذا الخزان الى ان يوصل الى للنهايه، اريد ايش قد التصريف بنقطه بهاي بهاي هناك قد عندي التصريف. الدايمتر مالت الجت معطيكم اياه 50 ملم، والدايميتر مال هذا السيفون مطيتكم اياه 100 متر. المنسوب مالت الماي من اعلى الخزان الى نقطه الجيت مطيتكم اياه 5 متر، ومن هاي المسافه من نقطه سي الى نقطه دي 3. اريد ايش قد مقدار التصريف بهاي النقطه، وايش قد الضغط بنقطه سي ودي واي واف. فهنا أنا اول شيء قلنا اول ما نبدي بحكي بحل هيك مسائل نجي نختار الداتم. انا راح اختار الداتم هاي النقطه الماره بالجت، هذا هو الداتم، هاي منا اللي هنا اعتبره هو هذا الداتم. فاول شيء نجي نطبق برنولي ما بين نقطه A ونقطه A اللي هي اعلى نقطه فوق الخزان، ونقطه جي النهايه يعني بالجت بالاوتليت. شو راح يصير عندي؟ بي اي اوفر جاما زائد زد اي زائد في اي سكوير اوفر 2 جي. خلصت هنا ما عندي لا مضخه ولا شيء. اجي وين؟ الجي راح تكون بي اوف جت زائد زد اوف جت زائد في جت سكوير اوفر 2 جي. قلنا وين اخذنا الداتم؟ بالنقطه الماره بالجي. فمن شنو ايش راح تصير معادله برنولي؟ اولا بما انه هذا السطح اللي اخذت به نقطة اي هنا سطح مفتوح معناه ايش قد قيمة الضغط؟ تساوي صفر. وهنا هذا الجت هم مفتوح، ايش قد قيمة الضغط؟ تساوي صفر. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي صفر زائد المسافة
زيت زيت اي من هاي النقطه، يعني هذا هو الداتم عندي من لهنا 5 زائد في سكوير اوفر 2 جي، بما انه خزان مفتوح الفي اي هم تساوي صفر. دائما شحنه السرعه بالنسبه اذا سطح مفتوح هم تساوي صفر، لان تكون قيمتها كلش قليله، تساوي قلنا هنا الجيت هم مفتوح معناه سطح حر يساوي صفر، الزيت مال جي لان مررت بيل داتم تساوي صفر، يبقى لي مجهول بس في جي سرعه الجيت، سرعه الجيت تربيع من عندها اطلع سرعه الجيت، من سرعة الجت والدياميتر مال الجت معلومة نضرب سرعة الجت في المساحة مال الجت اللي هي باي على 4 في 50، أطلع كمية التصريف أول واحدة. هسا شنو بعد أريد؟ أريد مقدار الضغط بسي ودي وإي وإف، بما أنه طبعا هذا التصريف هو هذا نفسه بسي ودي نفسه الموجود بالجت، ليش؟ لأن المادة لا تفنى ولا تستحدث. هسه هنا نجي نحتاج الضغط بسي واحتاج الضغط بدي وبإي وبإف، ايش راح نجي نطبق معادلة الاستمرارية، نقول كيوب سي هو نفسه كيوب دي، كيوب إي نفسه اللي هو القيمة تجد بون 0.19، والمساحة مال السيفون مساوية بسي ودي وإي وإف معناه السرعة هم مساوية، فنجي نطلع السرعة بسي ودي وإي وإف، طلعنا كمية التصريف على المساحة طلعت لي السرعة. هسه نجي نطبق هالمرة برنولي ما بين نقطة A ونقطة D، نطبق برنولي ما بين نقطة A ونقطة D، ممكن تبقون الداتم نفس ذاك أو ممكن تختارون بهاي النقطة، ما يأثر على الحسابات مالتنا، سواء تأخذون الداتم ترجعون نفس الداتم القديم أو تجون تختارون لكم داتم جديد، هذا ما يأثر على الحل مالتكم، يطلع نفس الحل. فش راح نجي نطبق برنولي هم بي اي اوفر جاما زائد زت اي زائد في اي سكوير اوفر 2 جي، شنو تساوي لنا في دي اوفر جاما زائد شنو زت دي زائد في دي سكوير اوفر 2 جي، انا شنو رايده الضغط بهاي النقطه، فش راح يكون عندي هو هنا ماخذ الداتم بنقطه اي، بس انتم قلت لكم تقدرون تعتبرون الداتم القديم نفسه او تقدرون تغيرونه، فش راح نجي نقول بي اي اوبر جاما زائد زت اي زائد بي اي سكوير، هاي بعد ما تتغير سطح سائل حر صفر، زت اي لان اخذنا هالمره الداتم بنقطه اي ايش راح تساوي صفر زائد بي اي، هسه هذا الطرف كله صار صفر، شنو يبقى لي الضغط بنقطه سي اوبر جاما زائد زت سي زائد بي سي او، طلعنا شنو مقدار الضغط بنقطه سي. بعدين وين نجي هالمره؟ هنشوف وين نقطة سي، نقطة سي بعد ال يعني هاي مو على المانوميتر هنا على ال وليس على سطح السائل الحر، نقطة سي بداخل السيفون فإلها ضغط هنا وليس على سطح السائل الحر، فهنا بقالي مجهول بس قيمة الضغط بنقطة سي طلعناه. هسا أجي الدي بنفس الطريقة، تجون أول أنا هسا حليت لكم مال دي وهي محلولة مال سي، بنفس الطريقة طلعوا لي الضغط بإي، هم تطبقون برنولي ما بين أي وما بين دي، وطلعون برنولي ما بين أي وما بين إي، وطلعون مقدار الضغوط، هاي عليكم أنتوا لازم تحلوها. هسا شنو بقالي؟ بقالي شلون أجي أرسم خط الطاقة وخط الانحدار الهيدروليكي، قلنا مدام عندي سطح مع الخزان هذا هو خط الطاقة، هالمرة شنو أجي؟ أجي بالنسبة إن أنزل منا اللي هنا جد منا اللي هنا هاي اللي هنا هنا هاي نفسها تكون هاي ما راح ناخذها، من نبدي من دي نطلع السرعة، عندي السرعة بنقطة دي أربعها وقسمها على 2 جي وأنزل منا اللي هنا بمقدار بي دي أوبر سكوير أوبر 2 جي، هاي تستمر ليش؟ لأن هذا القطر هو مساوي، أنا دائماً نزولي بقدار في دي سكوير أوفر 2 جي، بعدين هنا ينتهي بالجيت، إيش راح تجون تنزلوني للزيت، هذا هو خط الانحدار الهيدروليكي، وتقدرون تنزلون مقدار الإليفيشن مال سي ومال الدي ومقدار الضغوط بالضبط شلون أنا رسمت لكم بالسؤال. هسه نجي للسؤال الثالث. For the figure shown below, calculate the flow rate of water delivered by a pump.
which added 12 horsepower assume friction less flow. هاي عندي منظومة أنابيب بس هالمرة شنو رابطة؟ رابطة بها مضخة. هاي المضخة مقدار القدرة مالتها 12 horsepower وما عندي خسارة بالاحتكاك. أريد جد مقدار التصريف المار بهاي المنظومة. فنجي نشوف المنظومة. هاي عندي منظومة أنابيب وهنا رابطة مانوميتر أو عندي هنا مضخة. فشنو نجي نطبق برنولي؟ بكيف كون نجي ناخذ هذا الانبوب الاول اطبق برنولي ما بين نقطه رقم واحد نقطه رقم اثنين. القطر مال الانبوب الاول 200 ملم والقطر مال الانبوب الثاني 100 ملم. زين او عندي هنا ديفليكشن مالت الزئبق هم اعطيتكم اياه 0.89. اريد ايش قد كميه التصريف للفلو اللي يمر بالانابيب. اول شيء نطبق برنولي ما بين نقطه رقم واحد نقطه رقم اثنين. اخذت الداتم هنا يمر بهاي النقطه. ممكن تختارونه بأي نقطة أنتم تردونها، ممكن تختارونه بنقطة هنا، بس مو تختارونه نقطة بحيث أنتم ما عندكم الظل زيت مجهولة. فهنا وين مختار الداتم بنقطة رقم واحد؟ إيش راح يصير؟ عندي بي 1 أوفر جاما زائد زيت زائد بي 1 سكوير أوفر 2 جي، عندي مضخة بهاي الجيش نضيف لها اتش أي زائد بي 2 أوفر جاما زائد زيت 2 زائد بي 2 سكوير أوفر 2 جي، خلصت معادلة برنولي. هسا شنو عندي مجهول؟ البي أوفر جاما مجهول. والسرعة مجهولة. فشنو هاي عندي مجهولين. هاي أول معادلة أحتاج أدور معادلة ثانية. من معادلة الباور، الباور تساوي الـ HA مجهولة تساوي لنا جاما في Q في HA. الباور أنا مطيتكم إياه 12 تحولونه إلى الواط ضربونه ب 746 مطيتكم إياه بالقدرة الحصانية. الجاما ما مطيتكم تعتبروها ماي 9810 في Q في HA. هم هاي المعادلة بها مجهولين، هاي بها مجهول ثلاث مجاهيل وهاي بها مجهولين. أنا شنو أريد؟ أريد من هاي المعادلة أطلع HA بدلالة Q، فمنها تكون HA 0.912 إلى Q حتى كل المعادلة أجمعها بدلالة متغير واحد. بعد شنو عندي؟ عندي معادلة الاستمرارية، كمية التصريف مدام ما مثالي Q1 تساوي Q2. فمن عندها V1 تساوي Q إلى A1 نطلع V1 ونطلع V2 بدلالة Q، ف V1 تساوي Q إلى A1 اللي A1 معلومة باي على 4 في دي تربيع مطيتكم القطر، والA2 معلومة لأن مطيتكم القطر، فراح تطلعوا لي V1 تساوي 31.83 Q، وV2 تساوي Q إلى A2 تطلع لنا 127.32 Q. أجي بعد شنو عندي؟ عندي بعد مانوميتر أختار الضغط بC يساوي الضغط بD. فمنا ايش راح يصير؟ B1 over gamma زائد هاي المسافة منا اللي هنا تجون تفرضوها إلي كيفكم؟ منا هذا الارتفاع من هاي النقطة لهاي النقطة فرضوا X زائد هنا زئبق 0.989 في الجاما مالت الزئبق خلصت C. أجي للجهة الثانية، الجهة الثانية ايش راح تكون؟ راح تكون BZ2 over gamma زائد Z2 زائد هاي المسافة اللي هسه فرضناها. وصلت النقطة دي ايش راح يطلع لنا؟ هاي المعادلة بي 2 اوفر جاما زائد زد 2 تساوي بي 1 اوفر جاما زائد 11.214. هاي المعادلات 2 و3 و4 و5 وين تعوضوها؟ كلها بمعادلة معادلة رقم واحد. من معادلة رقم واحد راح تطلع لكم بدلالة مجهول واحد اللي هو كيو. هاي المعادلة بها كيو تكعيب وكيو تجون باي ترايل اند ايرور تفرضوها تطلع لكم قيمة كيو. تجون أول مرة مثلا تفرضون كيو واحد بعدين تشوفوها تحقق الصفر لو ما تحقق، إذا ماكو تجون يعني لازم تجون تفرضون قيمة كيو بحيث الطرف الثاني يساوي صفر إلى أن تجون تطلعون كيو بحيث يتحقق الطرف الأيمن يساوي صفر أو تكون نسبة الخطأ أقل من 5%. اللي هنا محاضرتنا وشكراً.